الاحتفال النهارده بمئويه ثوره 19، لانه كان اليوم النهارده 9 مارس 1919 هو انطلاق للثوره المصريه بعد القاء القبض على سعد باشا زغلول وزملائه، فقد ترتب على ذلك اندلاع الثوره المصريه في كل انحاء العالم. احنا النهارده بنحتفل بهذه الثوره وبهذه الذكرى المئويه باعتبارها الثوره الام التي ألهمت كثير من شعوب العالم، ولا ننسى كلمات غاندي الزعيم الهندي العظيم حينما ذكر وبعث لسعد زغلول وقال له أن ثورة 19 ألهمت الشعب الهندي ونجحت فيما لم تنجح فيه ثورة الهند، وكان يعني بهذا الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن مسيحيين ومسلمين ويهود كانوا مقيمين في مصر في ذلك الوقت. أيضا نجحت ثورة 19 أن تكون ثورة الشعب المصري كله بكل طوائفه. ليه بنحتفل بهذه الثورة العظيمة؟ لأنها واحد أكدت على فكرة القومية المصرية والقومية والجنسية المصرية والانتماء المصري لأول مرة في تاريخ مصر الحديثة بعد سنوات طويلة، أكدت على فكرة الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي لمصر. ما لا يعلمه البعض أن هذه الثورة كانت البداية لصناعة مصرية حقيقية في القرن العشرين، ودعيم للاقتصاد الوطني وللبنوك المصرية، دعم للفن المصري، وقامت بناء على هذه الثورة وفي رحمها القوة المصرية الناعمة. تم تطوير التعليم المصري وتمصيره وتعريبه وتكريسه حتى تكون مصر رائدة في العالم كله. أنشئ بعدها استوديو مصر والفن والأدب المصري، وأدباء مصر الكبار كانوا جزء من الثورة المصرية. كل ده يجعلنا نحتفل بهذه الثورة.